أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الواد أنا نجاح. كما عودناكم نستقطب بعض الاتفاقات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو سيد محمد المجي. أهلا وسهلا بك سيد محمد. أهلا فيكي وفي فريق سما العين وعالثقة الغالية اللي هم أعطوها لنا، وشرف لينا أن أنتم تشرفونا في مكاننا. شكرا لك على الاستضافة هاي الحلوة. سيد محمد، نبي نعرف سيد المشاهدين بالأول مين بيكون سيد محمد المجي، كيف كانت بداية حياتك المهنية في دولة المجي؟ بداية الحمد لله هي كانت البداية كأي حد جاء لدولة الإمارات، وده بيكون من مصر. دي كانت يعني من ضمن الحاجات اللي ربنا كان كاتبها لك، انك نعمة انك تيجي على دولة الإمارات. انا جيت في 2004. كانت ليش اخترت دولة الإمارات؟ لان ما شاء الله يعني انا اللي انا شفته المناخ اللي بتوفره دولة الإمارات لأي حد اتوقع مش هيلاقيه في العالم كفرصه نجاح. انك لو بني ادم حابب كبني ادم لو حابب تنجح، المناخ المناسب انك تنجح في دوله الامارات. جيت في سنه 2004 طبيعي زي اي حد. جيت اشتغلت في دايره حكوميه في البدايه، وكموظف في البدايه. طبعا كبدايه لازم يعني على الاقل انك تجمع نقطه البدايه بتاعتك. فبدأت في وظيفة حكومية لفترة معينة، وكان عندي شوية شغف أساساً بالعربي بالسيارات بصفة عامة. فده من ضمن الحاجة اللي تحببك إنك يعني تكمل في مجالك. بدأت في سمول بزنس مع الوظيفة اللي هو كتجارة سيارات. كانت هواية هي قبل ما تتحدث؟ كان حب، هواية وحب بنفس الوقت. فكان انا عامة الحمد لله من يوم ما بدأت تقريبا البزنس يعني بيكون حول السيارات، يعني سيارات جميعا. يعني في البداية كنت موظف، وكان ده جنب الوظيفة، كان بزنس صغير، كانت تجارة السيارات. بعد كده شوية وتطورت، وفتحنا في سنة 2011 شرق الدلتا للشحن. طبعا بدايتنا ما كانتش الخبره الكافيه. طبعا مش غلط ان انت تقول انا اتعرقلت او صعوبات. ما نقدرش نقول فشل، هو الفشل انك تقع ما تقدرش تقف على رجلك تاني. اما النجاح انك تقع وتقف على رجلك تاني وتتعلم من اخطائك. فدي حاجه يعني المفروض يكون ده ثقافه تكون موجوده، والناس يعني دي حاجه مش ان انت اتعرقلت في مره ان كده خلاص دي نهايه الدنيا. المهم قابلنا شويه صعوبات وبدانا في مراحل وما توفقناش فيها، واخدنا كل العقبات وكل الصعوبات اللي قابلتنا دي، والحمد لله عالجناها في شرق الدلتا لشحن السيارات. لما بدانا وتخصصنا في شحن السيارات بالذات، دي احنا من خلال تواجدنا في السوق حصلنا ان خدمة شحن السيارات كشركة متخصصة يفقدها السوق. في خدمة شحن جنرال، اما كشحن متخصص في شحن السيارات وانك تقدم سيرفيس محترم للعميل اللي هو بيدور ان هو يشحن سيارته، ان هي كسلعة غالية او سلعة تعز عليه. في ممكن ما تكونش سيارة غالية بس يعني بتبقى للعميل ان هي زي ابنه. في واحد يقول لك امانه، احنا بيقابلنا في السوق يجي لك حد يقول لك السياره دي عندي زي ابني خلي بالك منه. فالحمد لله جينا فتحنا وبدانا نشتغل في مجال السيارات وتخصصنا فيه، والحمد لله بفضل ربنا نجحنا فيه. وكان لينا وكان سبب الدعم في نجاحنا كان جزء في منه السوشيال ميديا والمصداقيه اللي احنا قدمناها من خلال السوشيال ميديا من خلال السمعة. وإحنا قبل ما نبدأ في شغل السيارات درسنا السوق الحمد لله والناس المتواجدة في السوق، ودرسنا الـ يعني زي ما نقول نقط الضعف اللي عندهم، وحاولنا إن إحنا نشتغل عليه. يعني نشوف إيه اللي بيضايق العميل عند الشركة اللي موجودة. يعني إحنا بفضل ربنا لما يعني يعتبر هذا مش شيء بيميزكم باقي الشركات اللي بنفس الحمد لله أكيد. Thank you.
خلينا نتكلم شو الخدمات زي المحل، شو الخدمات تقدموها مثلا؟ هي احنا عامه هي خدمه الشحن، احنا بنشحن السيارات سواء بكافه انواعها، سواء بالبر بالبحر، وبعض الاوقات في طيران، وطبعا ده بس بيكون بكميات قليله، حالات خاصه ومطلوبه بفضل ربنا. يعني مثلا احنا عندنا الحمد لله بالنسبه لسوق مصر احنا واخدين نسبه، يعني نقول كميه كبيره من سوق الشحن المصري بالنسبه للسيارات، وبالنسبة لللكشري كار اللي بتنزل مصر للمشاهير ورجال الأعمال الحمد لله بتنزل عن طريق شرق الدلتا للشحن، بسبب ان احنا بنهتم بالعميل وبنتطلع على رضا العميل، ومش الهدف اللي هو الأول والأخير ان هو الهدف الربحي. فعلا الهدف الربحي موجود، بس بيكون عندنا رقم واحد هو رضا العميل قبل الهدف الربحي، لانه رضا العميل بيجيب لك الربح. بالضبط. يعني عامه يعني قاعده ممكن ما تسمعهاش عند اي حد، خدمه الشحن او اي حد بيبيع سيرفيس بيعتمد على حاجه اسمها العميل الولاد. يعني انت العميل ممكن يجيب لك 10 عملاء وممكن يضيع منك 50 عميل. طبعا هذا يعتمد على اسلوبك انت بالتعامل. هي دي التعامل والسمعه، ده يعني ده الحمد لله اللي ميزنا عن الناس، وان احنا شغلنا معتمد في السوشيال ميديا، ان احنا بنشتغل شغلنا كله لايف. يعني انت بتشحن معك مع عربيتك معايا، انا يعني بصورها لك لايف وهي بتتحمل من الامارات وهي في جميع مراحلها، وهي بتنزل كمان، وهي وبناخد عشان يتمنى العميل قاعد في بيته وشايف سيارته. اولا انا ما عنديش حاجه هيدن ان انا اخبيها في شغلي، لا عندي مواعيد ان انا اخبيها عليك. احنا الحمد لله المصداقيه مع العميل، لو عندي سيارته هتتاخر والله هتتاخر قبل ما يسلمها. يعني احنا حاليا داخلين على السيزون بتاع العيد، عندي حجوزات الحمد لله، عندنا شغل واخدين عليه. العميل بيقول لي باي طريقه اطلعها لي قبل العيد، بقول له لا انا مش هقدر اطلعها قبل العيد، لان انت عندك حاجه في خدمه العملاء اللي هو سقف رضا العميل. انت رضا العميل بيجي لك بناء على المستوى اللي انت بتحدده له، فما ينفعش ان انت ترفع الخدمه بتاعتك وتقول له والله انا بقدم لك خدمه كذا وفي نفس الوقت انت يكون اقل، فالمتوقع عند العميل بيكون غير السيرفيس المتقدم ليك. فانت لازم لا ترفع من مستوى السيرفيس عندك اللي هو يخلي العميل حتى لو انت قدمت له خدمه ممتازه ان هو يتصدم بعد السيرفيس اللي هو خده، ان مش هو ده هو اوكي بس مش نفس الليفل اللي انا كنت متوقعه من شرق الدلتا. فانت بتكون بين شقين، لازم تراويه مستوى السيرفيس اللي انت هتقدمه يكون في حدود المتوقع او اعلى من او في نفس حدود المتوقع او اقل شويه، بحيث ان انت ما توفر له السيرفيس يكون اعلى من المتوقع، وما ينفعش تقلل له مستوى الخدمة ان هو ممكن يهرب منك. طيب سيد محمد شو رأيك المستقبلية؟ رؤيتنا المستقبلية هو انت خبرتني بما انه انت فتحين فروع ثانية، شو رأيك يعني خلف انك تفتح فروع ثانية؟ في هو احنا رؤيتنا حاليا واللي احنا بدأنا نشتغل عليه خلال الفترة الصغيرة اللي فاتت اللي هو، وكمان بخصوص كمان ان احنا واجهنا ازمة كورونا، ان اللي مش هيشتغل يعني مش هيقدم السيرفيس تبعه الكتروني بعد مثلا فتره من الزمن، وليكن بنقول توقعي 5 سنوات مش هيكون متواجد في السوق. لازم تقدم كل السيرفيس بتاعتك تكون اونلاين ويكون عندك الشق المانيوال. فدي رؤيتي اللي انا شايفها في خلال 5 سنوات، ان احنا لازم نطور من السيرفيس تبعنا خلال خلال الفتره اللي جايه، ان احنا نقدر نقدم السيرفيس بتاعنا اونلاين بدون ما العميل يوصل عندنا او بدون ما يقابل حد من السيلز المتواجدين او المندوب اللي هو بيحصل منه الخدمه او. والجزئيه دي احنا الحمد لله بدانا نشتغل عليها، دشنا منصه الكترونيه ويب سايت، عملنا عليها جزئيه من التراكينج، ومع احد البنوك الموجوده جوه الدوله اخذنا ابروفل على ان ممكن تعمل بيمنت اونلاين، وشغالين حاليا في تطوير.
يعني الحمد لله. وشغالين حاليا في تطوير الويب سايت ان هو يكون القابلية ان تقدر ان انت تستخدم السيرفيس دي. فطبعا برضو الكلام ده بيحتاج عشان انت هيكون عندك بيمنت جيت واونلاين بيمنت، فمش يعني بيكون في زي تيست بايلوت تيست قبل ما تشتغل، لان عشان برضو السكيورتي بتاع العميل، لان فيها اجراءات ماليه فلازم ان يكون السكيورتي عالي. فاحنا الحمد لله شغالين عليها مع فريق متخصص، وان شاء الله بتكون متوفره للعميل خلال الفتره الجايه ان شاء الله. الله يبارك فيك. زي محمد بقى نتكلم شوي على السوشيال ميديا، اذا عندك مواقع تواصل اجتماعي انستغرام وفيسبوك عندنا. احنا عندنا فيسبوك، عندنا انستغرام شركة دلتا للشحن، وعندنا يوتيوب شانل موجودة بنحط عليها بعض الريفيوز وبعض الفيديوهات المتميزة، في أرقام التواصل وفيها كل شيء. بالنسبة للفيسبوك، هو كانت بدايتنا فيه معاه كانت كويسة وكانت موفقة، كانت بداية خدمة توفر خدمة اللايف في من فيسبوك، فدي الحمد لله احنا استفدنا منها جامد، ان احنا وثقنا كل الشغل عن طريق اللايف فيديوز للعميل، وكانت يعني لقت رواج او قابليه عند العملاء، وكانت جزء كبير الحمد لله من نجاحنا الحمد لله. وعندنا الصفحه فيها حوالي 56 تقريبا فولورز لشركه شرق دلتا للشحن، وفي برضه ريكومنديشن عندنا الحمد لله بفضل ربنا فوق حوالي 200 ريفيوز الحمد لله كلهم. صعوبات اللي فاتت هاي خصوصا في هذه الفتره، فتره كورونا، هي الاقتصاديه للعالم، هي لخبطت العالم مش لخبطتنا احنا بس. كيف تجاوزتوا انتوا هالمرحله؟ هي الحمد لله، يعني انا كشرق الدلتا في البدايه اقول لك كنا زعلانين وكان عندنا دربكه، لان كان احنا بيعتمد عندنا الشغل عن طريق الشحن البري عن طريق السعوديه، ومن السعوديه لمصر او من طريق الاردن او السودان او الدول اللي احنا بنغطيها عن طريق البر، والسعودية نفسها كنا بنغطيها عن طريق البر. فلما جت الحدود اتقفلت حصل عندنا دربكة، يعني احنا معداتنا وقفت، تريلاتنا وقفت، فبقينا وحتى العميل نفسه بقى يتصل، يعني يا جماعة انتوا شرق الدلتا احنا عايزين نشحن نعمل ايه. كان عندنا بعض الصعوبات مع الخطوط الملاحية والايجنت، وما بين القوانين في الدول الديستنيشن او الدول اللي بيوصل عليها الشحنات. نيجي مثلا كاكزامبل في مصر، كان عندنا مشكله كبيره ان احنا عايزين نوفر لهم الشحن الجماعي مع خدمه الشحن البحري. تواصلنا مع الخطوط الملاحيه، وبفضل ربنا كانت اول شحنه سيارات مجمعه تطلع من هنا على مصر كانت عن طريق شرق الدلتا للشحن، وكان فيها شويه عقبات، لان في مصر القانون ان انت السياره لازم من دولة، لا الايجنت نفسه او الخط الملاحي مش اللي انت بتطلبه ده ليه، يعني هو الطبيعي 1-2، انت بتطلب 1-2-3-4، طب ليه؟ فدخلنا معاهم conversation meetings اونلاين طبعا في البداية، وجبنا لهم القوانين في مثلا في دول المقصد او destination ports، ان لازم المانيفست او الحاجة اللي انت بتستقبلها تكون لازم بنفس اسم الشاحن، واقنعناهم ويعني القصه كلها ان الخطوط الملاحيه عندهم روح المؤامره، انت هتاخد الكونتينر بتاعي او تاخد السيرفيس بتاعتي دي تعطله، وكل لاين ملاحي بيكون ليه سكادول للكونتينر نفسه، ده بيكون حاطط عليه كوست وبيكون حاطط عليه بروفيت وكلام، فانت بتيجي لو انت جاي تشتغل. الحمد لله انكم تجوزتوا هالفتره هاي، خصوصا الفتره هاي مثل ما قلت لك فتره صعبه.
طيب سيد محمد، احنا بنعرف ان دولة الامارات هي معروفة عالميا ان دولة امن وامان، خبرني اكثر عن نعمة امان، واذا فيك تقدم رسالة للشيوخ وحكام الامارات رسالة شكر لهم. هو طبعا يعني احنا انا كمحمد شخصيا وكشركه شرق الدلتا بنتوجه لاصحاب السمو والشيوخ على نعمه الامن والامان المتوفره. احنا في ظل الازمه اللي كانت موجوده وكل العالم خايف، انا على مستواي الشخصي انا ما كنتش خايف، لان عارف ان انا يوم ما يحصل لي حاجه دوله قويه موجوده هتشيلك هتحميك. في ظل برضو عز الازمه احنا كنا شغالين، مش هقول لحضرتك احنا كنا احنا كان مسموح لنا احنا الوحيدين شركات الشحن ان هي تشتغل في خارج في اوقات الحظر، طبعا عشان تقدم السيرفيس للعميل مش عشان ان انت مميز ولا حاجه، لان خدمه الشحن خدمه يعتبر شريان. كنا بنقابل كل الترحاب وكل الامان يعني بصراحه كنت بتمشي الامن والامان كان رقم واحد، والدعم الموجود وابتسامه الشرطه وابتسامه الناس اللي واقفه في خدمتك وتلبي خدمتك بصراحه يعني ما توقعش ان انا الاقيها في اي مكان موجود في العالم للامان. فبصراحه بنحمد ربنا على نعمه الامارات، ومن حسن حظنا ان احنا جينا دوله زي دي. يعني مش عارف بصراحة، في كلام كتير موجود في الخاطر بس صعب انك تعبر عنه. الحمد لله، هذا اكيد بيرجع قيادة رشيدة في دولة الإمارات طبعا، امين يا رب، ويرحم مؤسس دولة الشيخ، امين يا رب. لا الشيخ زايد ليه معزة خاصة في قلوبنا وقلوب كل الشعوب العربية. وفي نقطة كمان، احنا اللي ساعدنا ان احنا ننجح او نتجاوز الأزمة بتاع كورونا البنية التحتية المجهزة في الدولة، يعني كمينة كمواني كياردز سيرتيفايد تقدر تحمل منها او تقدر تستخدمها او تيوزيدز، الجو كله ملائم، الجو كله مساعد يساعدك انك تنجح. انت طبعا الفكرة انك تفكر طبعا وازاي انك تحول من السلبية لإيجابية طبعا. فدي كانت نقطة تحول الحمد لله كبيرة، وكان برضو الفضل يرجع للتولز والفاسيلتيز اللي موجودة في الدولة واللي سمحت لنا. وكمان في المقارنة احنا لينا شركاء استراتيجيين في دول اخرى وبنستخدم برضو التولز ببعض الاوقات. في ظل ازمة كورونا احنا حاولنا بنتواصل معهم نقدم سيرفيس، هم منفصلين عن العالم بسبب كورونا، فده الحمد لله يعني ده كان حاجة بالنسبة لي. انا فعلا انا في مكان كبير، في مكان كويس، في مكان قوي، لان بقول لحضرتك في بعض الدول ما هوش السيرفيس وقفت، يعني ممكن نقول ان السيجنال اتقطع من عندنا. طبعا مثل ما خبرتك هذا اكيد بيرجع القياده رشيده الدوله اكيد بالظبط. طيب فده كان اليوم اتفضل. طيب محمد، فيك تقدم في الختام رساله شكر انسان على ذلك وانسان كدام للخطوات؟ أنا أول شيء بتقدم طبعاً لدولة الإمارات إن هي أو الحكومة نفسها زي ما قلنا، وتاني حاجة بترجع لبيتي والأهلي اللي بيدعموني، لأن إحنا برضو بيجي يعني إحنا في ظل الأيام دي تقريباً إحنا عشان نقدم السيرفيس في ظل الظروف الصعبة دي يعني ممكن بنشتغل فوق 20 ساعة متواصل، وطبعاً أغلبية الشغل بيتم من عن بعد تنفيذاً للتعليمات وعدم الاحتكاك وكلام من ده. فبتوجه ان بيتي ساعدني ووفر لي المناخ ان انا اقدر اوفر السيرفيس ده او ان انا اقدر اكمل، وبشكرهم طبعاً انهم واقفين جنبي وهم تقريباً جزء من نجاحي. وفريق العمل اللي معايا طبعاً هو ده حجر الاساس بتاع سبب نجاحي، يعني مفيش حد بينجح لوحده بصراحة. التيم اللي معانا صبري هو يعتبر مدير الاوبريشن، من اقوى ومن افضل الناس اللي انت تقدر تعتمد عليهم. التيم اللي عندي في مصر طبعا حطينا له كواليتي بلان يمشي عليها طبقا للكواليتي الموجود في دولة الامارات مش في الدولة اللي هو قاعد فيها، وهما ماشيين على نفس البروسيجر، وده كان سبب النجاح. والشركاء الاستراتيجيين اللي احنا برضو شغالين معاهم، لان برضو احنا في الاول وفي الاخر شركة الشحن ما بيقدرش يقدم السيرفيس كاملة، انت في بروفايدر او في مزودين خدمة في النص، بس في الاول وفي الاخر بالظبط
لازم تختار دول، وهم دول كانوا سبب نجاحنا الشركاء الاستراتيجيين سواء في السعودية أو في مصر أو هنا في دبي. فالحمد لله هم دول يعتبر هم سبب نجاحنا، وأنا بتوجه للشكر ليهم ولكل من أثنى في نجاح شرق الدلتا للشحن. شكرا لك سيد محمد، شكرا لكم، توفيق على مدى السنين، مشان توصل رسالة شكر على برضه برنامجنا رواد النجاح. شكرا لك سيد. آمين يا رب، شكرا لكم. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.